راديو الأهرام يقدم استوديو التعليم صوت كل بيت. كل بيت مع نيفين شحاتة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم استوديو التعليم صوت كل بيت. النهاردة عندنا خبر صار لكل معلم إن مصر لأول مرة عضو شرفي في جايزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي. أيوة، لأفضل معلم خليجي، ومصر على قائمة الدول المشاركة. الجايزة دي اللي هيفوز بيها في المركز الأول هياخد 1,000,000 درهم، بما يعادل 5,000,000 جنيه مصري. عايزين تعرفوا تفاصيل الحكاية؟ هنعرفها مع الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين. النهارده احنا عندنا اجتماع مع زملاء من جائزة محمد بن زايد للإبداع، وجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي في مصر. بعد ربع ساعة هنقابلهم في الوزارة عشان لأول مرة مصر بتدخل، مع ان دي خليجي، نتكلم على دول الخليج، مصر داخلة عضو شرفي في هذه المسابقة. النهارده اللي هيفوز بالمسابقة هياخد 1,000,000 درهم، نتكلم في 5,000,000 جنيه. فاحنا يعني أشقانا في الإمارات بيعتزوا بمصر قد ايه، وبيمتنوا لمصر قد ايه، عشان والشيخ محمد بن زايد بالذات يعني النهارده يسم يعني يضيف مصر على قائمه الدول المشاركه فيه. ده تقدير كبير جدا للمعلم المصري بالنسبه. استوديو التعليم صوت كل بيت. كل بيت مع نيفين شحاته.